بلا شك موضوع الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه. وخلي بالكم انا من عشاق التاريخ، فدايما بحب اقرا كيف تطورت الصناعه الطبيه والتدخلات الجراحيه عبر التاريخ. لكم ان تتخيلوا ان اول دعامه فكر فيها طبيب في التاريخ البشري كانت في القرن 16. والطبيب دوت كان اسمه امبريوس باري، ده كان طبيب فرنسي عمل دعامه مكونه من مواد خشبيه او انابيب خشبيه، مش عشان الضعف الجنسي، او عملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده، عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن عشان التبول. المحاوله الاولى فعلا بالفعل لزراعه الدعامه كانت سنه 1936، طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغروس، وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلع ركب، بس النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده. في سنة 50 أمريكي بقى اسمه سكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنيعها وزراعتها في العضو. في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي. لكن بالفعل سنة 66 بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في القصر العيني أو في مصر، على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأستاذ الدكتور البحيري. البحيري ده أسطورة عالم التجميل، وده طور صناعة الأستاذ الدكتور جمال البحيري. طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر، عمل أول زراعة دعامة في العضو الذكري واستخدم مادة البوليسيلين في الموضوع ده. سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرنسبل الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاتت. شايفين العلم مسكتش العلم طول السنين اللي فاتوا حوالين أنه يبحث عن تطوير، لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة، إيمانا من كل المدارس العلمية عبر من سنة 36 لغاية دلوقتي بأنه الضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة. تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة، طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية طب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة الاسم الكبير. منورنا يا فندم، شرف كبير لينا. أهلا دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. كنت شايف حضرتك يعني مستمتع بالتاريخ. أكيد. لأن طبعا يعني التطور في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية دي حاجة جميلة جدا، وفعلا احنا مرينا بتطورات لغاية ما وصلنا للدعامات الحديثة دلوقتي. طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا، ولذلك دايما هنتكلم على شيئين مهمين. أولا ماذا أو كيف نعتبر أو متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي، ده أول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة. موضوع الضعف الجنسي احنا امتى نقول ان الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي؟ احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بداية او استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجة في اكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية. يعني احنا عندنا 20% من المرات او المحاولات ده ممكن يبقى فيها مشاكل او ما تتمش بالشكل المرضي، ودي ما فيهاش مشكلة خالص، لأن دي تغيرات بتعتمد على الحالة النفسية والظروف والكلام ده كله. لكن لو احنا الأغلبية بتاعت العلاقة والموضوع ده كانت مش تامة أو مش مظبوطة، لا احنا بنقول إن المشكلة عندنا في ضعف جنسي في الموضوع. الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الأسباب بتاعته بتوقعوا إنها أسباب نفسية، لدرجة إن هم كانوا بيصنفوا 80% من الأسباب أسباب نفسية و20% فقط هي أسباب عضوية. مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية. موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو سلوك معين، لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي. لكن لوحظ أني
مع زيادة السن النسب بتاعت الضعف بتزيد، لدرجة انهم اتربطت بالسن، بمعنى ان هم قالوا عند سن اقل من 40 سنة ممكن نتكلم في 20%، بعد 40 سنة تبدأ النسب تزيد، يعني عندي 50 سنة توصل ل 50%، 60 سنة 60% وهكذا. فكل ما زاد السن اكيد النسبة دي بتزيد. المسببات للضعف الجنسي مسببات كتيرة قوي. لو احنا قلنا الضغوط النفسية او الاسباب النفسية ودي كتيرة قوي، التوتر والقلق، تمام، عدم القدرة او عدم استيعاب الاسباب او العلامات الطبية صحيحة، مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية، يعني الاطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية، تعرض لمشكلة جنسية هو صغير، تعرض لتحرش، تعرض لمشكلة، دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده. المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنحطها في دماغنا ان العلاقة الجنسية لازم تبقى وقت معين او شكل معين، وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي، فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي. الحاجة التانية في الاسباب النفسية اللي هي الانتر بيرسونال فاكتورز، اللي هي الاسباب ما بين الاشخاص او ما بين الازواج، تمام، دايما دي مؤثرة، يعني الزوجة والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقة الزوجية، ولازم لكل واحد فيهم دور إيجابي وليس دور سلبي. الزوجة، تمام، يعني لو ما كانتش متعاونة أو كان فيه بعض المشاكل الاجتماعية أو النفسية بتنعكس على الموضوع ده، أكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته، أو بتخلي الزوج يصاب بنوع من الإحباط والضعف الجنسي. فكل دي أسباب نفسية. نيجي للأسباب العضوية اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي، أسباب كتيرة قوي، منها ضعف الشرايين، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، أدوية الضغط، نقص الهرمونات، مشاكل التلوث والبيئة، والحاجات دي كلها بتأثر على الشرايين وبالتالي بتعمل ضعف جنسي عضوي.